يا التحضير مجهودات جبارة التي تقوم بها ولاية أم تطوان سعيد محاربة الجريمة والتصدي لجميع أشكال الانحراف. استطعنا خلال هذه السنة من قيام بمهام شرطية ناجحة في مجملها تكللت بإيقاف مجموعة أشخاص متورطين في قضايا سواء تعلق الأمر السرقات أو الاعتداءات والسرقات العنف أو تجارة المخدرات أو تكوين عصابات إجرامية. استطعنا إيقاف من مجموعه 20,966 شخص مبحوث عنه. أيضا تمت معالجة مجموعة قضايا 43,350 قضية تجارية. قدم للعدالة 28,439 شخص أي بزيادة 30%. فيما يخص الهجرة الغير الشرعية تمت معالجة 885 قضية متعلقة بالهجرة الغير مشروعة. فيما يخص تجارة المخدرات ولاية أم تطوان قامت بمجهودات جبارة وغير مسبوقة، كانت مؤشرات قياسية. تم حجز مجموعة المخدرات، تم إيقاف مجموعة أشخاص بزيادة 25%. هذه المؤشرات القياسية فيما يخص التجارة خاصة تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة وتجارة المخدرات القوية، تم حجز 1721 كيلوغرام مخدر الشيرة، 1074 غرام من مخدر الكوكايين، 386 غرام من مخدر الهيروين، زيادة على 41,837 قرص مهلوس. أي كما قلت سابقا نسبة زيادة 29%. فيما يخص المجهودات المبذولة على مستوى الأمن المدرسي، فولاية أم تطوان أعطت الأولوية لمحاربة الجرائم التي تمركز أمام المؤسسات التعليمية والتي تشكل خطورة متميزة، كذلك لا فيما يخص إيقافات التي قامت بها ولاية أم تطوان، فيما يخص الاعتداءات على المؤسسات التعليمية، تجارة المخدرات، أيضا التحرش الجنسي. تم إيقاف من مجموعه 442 شخص قدموا للعدالة إما من أجل السكريين أو ترويج المخدرات أو التحرش الجنسي وغيره. أيضا ركزنا في السنة الفائتة على المؤسسة التعليمية فيما يخص التقدير وتوجيه التلاميذ. كانت هناك لقاءات استفاد منها 34,870 تلميذ، همت 321 مؤسسة تعليمية. هذا بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، أكاديمية طنجة تطوان، مع نيابة التعليم مدينة تطوان، كلها كانت هناك تقطير التلاميذ توجيههم من أجل خاصة فيما يخص تنوع المخدرات، فيما يخص العنف المدرسي، فيما يخص أيضا التحرش الجنسي، فيما يخص الجرائم الإلكترونية. كل ذلك تم داخل المؤسسة التعليمية، أطره مجموعة شرطيين ومجموعة عناصر الشرطة بالكفاءة المرجوة، وكانت نتائج ملموسة على أرض الواقع. أؤكد أن أيضا سواء في تجارة المخدرات، سواء في محاربة الجريمة، لقاءات تواصل فيما يخص الأمن المدرسي، أيضا كانت هناك لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني، لقاءات تواصلية معرفة المشاكل التي يعانونها داخل الأحياء الشعبية، أيضا معرفة المشاكل اليومية التي يتخبطها فيها المواطن. تمت هناك قمنا بمية لقاء تواصلي مع المجتمع المدني ومع الساكنة لمعرفة المشاكل وأيضا المعالجة وتقديم المساعدة والمحاربة في نفس الوقت.
حتى الأوطان عليكم بولايات تطوان كلعبوا دورة في العالم تصدي لجميع أشكال الحرام للجريمة للاعتداءات لجميع السرقات أيضا شهد مدينة تطوان تدني ملحوظ في مجال الجريمة تدني ملحوظ وهذا أسجله أمامكم نظرا لأننا لا نسجل قضايا كبيرة متعلقة بالعصابات الإجرامية لاعتداءات الطرقات لجرائم بسيطة يتم إيقاف المتورطين وتقديمهم للعدالة في أحسن الأحوال وشكرا لكم.